مرحبا بكم مجددا. بهذا الدرس راح ناخذ تجربة نصنع بها اثنين مخارج، اثنين اوتبوت، اثنين كيو، اثنين انديكيتر، شو تريد تسميهم كيفك. المهم اثنين مخارج، هذه المخارج اكو في التوقيت بيناتهم، اكو في التوقيت يفصلهم. يعني انت فرضا نسوي اوتبوت لفلان مخرج، وبعد هلقة ثانية وبعد 10 ثواني او 5 ثواني يشتغل الثاني، وبعد ما تطفي الاول بعد 5 ثواني وعشر ثواني يلا يطفى الثاني. كيف تصنع هذه الدائرة باستخدام اللادر في بيئة المايكروويف، ستيب 7 مايكروويف. زين، اولا لازم تسوي دائرة بسيطة، دائرة لاتشنج الاعتيادية. يعني راح اجيب كونتاكات، اوكي، وكونتاك ثاني للستوب. يعني هاي دائرتنا اللي طبيعي كنا ناخذها، وهنا كويل اوتبوت. زين، بعد يراد تسوي لاتشنج، هنا تحط لها كونتاكت، اوكي، وتربطها بهذا الشكل. طبعا هنا ما يصير لاتشنج، ديليت، اوكي، تربطها حتى يطفي لك الدائرة، لان اذا بقى هنا ما راح يطفي لك الدائرة. زين، هسا اول واحد راح نخليه اول مدخل 0.0، اللي بعده i0.1، اوكي، وهذا اللاتشنج راح ناخذه منه من الكيو q0.0، وهذا اللاتشنج مال q0.0، اوكي. زين، هسه هذا راح يشغل لي الكيو، وهذا اللاتشنج مال كيو، اوكي، حتى اخاف شلنا ايدنا من i0.0 تبقى مشتغله. وهنا عندك النورمال كلوز. زين، هسه اريد اربط هذه الدائره بتايمر. المفروض اخلي هذا الكيو يشغل لي تايمر. زين، هذا الكيو اخلي له كونتاكت واستدعي تاج مالته كيو 0.0، وهنا انا اخلي لي تايمر. زين، نروح للتايمرات، ناخذ التون تايمر ونديلي تايمر، فرضا نخليه T37، عفوا، اوكي، وهنا البريزنت ستيت مالته خليه 5. زين، هسه هذا بال5 ثواني، يعني بعد ما اشتغل هالدائرة هذي يحسب لي 5 ثواني. بعد هذه 5 ثواني انا كيف شنو اريد اسوي؟ اني بهالحالة اريد اشغل دائرة ثانية، يعني بعد ما هذا ينتهي التايمينج مالته راح يصير اون ديلي تايمر، راح هنا اخلي كونتاكت حتى يشغل لي دائرة اخرى، اوكي. زين، هسا بهيج حالة نروح للكونتاكات، خلينا كونتاكت هنا. هذا الكونتاكت منين ماخوذ؟ ماخوذ من التايمر. يعني قلنا اول شي هذا الكويل راح يشغل لي هذا التايمر، هذا التايمر راح اخذ منه الكونتاكت بعد 5 ثواني T37. شو راح يشغل لي؟ راح يشغل لي دائرة عشان الكويل معين، يعني يكون Q0.1. زين، هنا شنو عندي؟ هنا عندي ال وين صار اللاتشنج لازم اسوي للQ0.1. Q0.1 ما اريد يطفى في حال ما كان مشتغل T37، او في حال اشتغل وطفى هذا لازم يبقى مشتغل. زين، بهذه الحالة راح اسوي هاي الدائرة حتى بعد 5 ثواني يشتغل Q0.1، اوكي. زين، هسه هاي دائرة طبيعية، يعني بعد ما اضغط هذا راح يشتغل هذا، من يشتغل هذا بعد 5 ثواني راح يشتغل هذا، اوكي. زين، هسه هاي دائرة تشغيل. في حال ابدا اسوي دائرة اطفاء، دائرة اطفاء لازم هذا ايضا يتأخر 5 ثواني يلا يطفى، بهاي الحالة ما راح يطفى، اوكي. يراد اسوي بعد تايمر ثاني حتى ياخر لي اطفاء الثاني، واضح اعتقد. زين، لو اجي اخذ كونتاكت من الاول، يعني هذا حتى اخلي شرط هنا اخذ كونتاكت نورمال كلوز. ليش نورمال كلوز؟ نورمال كلوز لانه هذا من اون، اوكي،
هذا شنو هنا يكون فالس ما بإشارة. من هذا يصير اوف، هذا شو يصير؟ هذا يصير ترو، راح يوصل لي الإشارة. اوكي النورمالي كلوز. زين هذا من اخذه من كيو 0 دوت 0. هسه راح تعرف شنو فائدته. زين بعد لازم اخلي كونتاكت هنا من هذا الكونتاكت، هذا الكونتاكت للاوتبوت الثاني. ليش خليته اوبن؟ خلينا نكتبه ونقول لكم ليش. q0.1 هذا خليته اوبن. زين حتى هذا من مشتغل يعني من باشاره هذا ايضا يصير كلوز، ومن هذا يصير اوبن، هذا ايضا يصير ويا اوبن. اوكي زين الفكره هو انه راح اخذ منين؟ من هذا التايمر، من اول اوتبوت اخذ نورمالي كلوز. هي هاي الفكره هنا تصير. زين هسه راح اخلي تايمر. زين اخلي تايمر هنا، انا عندي اخذنا ال 37 خلينا ناخذ ال 38 ايضا، كتب لك 100 ملي سكند ايضا خليه 5 ثواني. زين هسه بهاي الحاله هذا التايمر شنو فائدته؟ هذا التايمر ما ماخذ منه اي تاج، اني المفروض تاخذ منه تاج حتى ياثر على العمل هذا. فهذا راح اخليه لهنا فد نورمالي، نورمالي ما ياثر على عمله وهو نورمالي كلوز. نورمالي كلوز اللي هو تابع للتي 38. زين هسه تابع للتي 38 يعني شنو هنا يقول لك؟ يقول لك اذا طفت هذه الدائره، انتبه وياي، اذا طفت هذه الدائره هذا راح يصير اون. اوكي ناصر هذا ترو عندك اون. زين وهذه الدائره مشتغله. اوكي اذا هذا شنو؟ هذا ايضا ترو، هذا صارن فيهن ترو، الاول طافي هذا صار ترو، الثاني مشتغل يلا هذا يصير ترو. بعد راح يشتغل هذا التايمر، من يشتغل هذا التايمر ايش راح يصير عندك؟ بعد 5 ثواني راح يشغل لك هذا، راح يصير فالس، راح يطفي لك الثاني. اوكي ان شاء الله كانت واضحه، هسه راح ننفذها وتصير اوضح بعد. زين هسه خلينا نسوي الاكسبورت لل load program accept. زين هذا البروجرام مالتي وهاي الدوائر مالتي. زين هسه نسوي مونيتورينج ونسوي اون. اوكي خوش حكي، هسه صار وضع الرن، راح اشغل اول كونتاكت. هذا اول كونتاكت لقط، ستوب هذا ستوب مالتي. زين اول واحد لقط، بعد 5 ثواني اشتغل هذا او بعد 5 جزء من الثانيه. زين اذا ابتدى 5 ثواني المفروض اخليه له بعد صفر وياه. اوكي الثاني اذا طفيته، اذا طفيت بعد 5 ثواني يلا يطفى. زين فنكبر الوقت حتى تبين اوضح لكم. سوقفنا خلينا نروح نرجع الوقت، نسويه هذا نسوي 50 تصير 5 ثواني، لين ذيك 5 جزء بالثانية نص ثانية يعني 50. اوكي هسه كومبايل و اكسبورت. اوكي نجي هنا كلير نسوي له. اوكي نسوي له داونلود، جبنا منها الداونلود. زين هسه هنا هسه راح اسوي له رن، عندنا المونيتورينج موجود. زين بهيج حاله راح اسوي اول اون. اوكي شوف جاي عيد هسه، راح بعد 5 ثواني يلا يشتغل الكيو 0.1 اشتغل هسه. زين من اطفيه اطفيه بالواحد، اوكي اللي هو هذا طفيت الاول، اشتغل هذا الثاني بعد 5 ثواني راح طفي لك يا هو، طفي لك يو 0.1 واضح. زين هذا راح اشغله من جديد، خلينا نعيد شغلته بعد 5 ثواني يلا يشتغل كيو 0.1. اوكي من اطفي هذا مباشره يطفى، يعني هذا العمل مالته ميديت، هذا بي ديلي. اوكي فالثاني من اشغله او من اطفي
طفي الأول، شوف هذا أول راح يصير immediate وهذا بي 5 ثواني، انتبه عليه. شوف هسه بعد 5 ثواني يلا طفى. إذن هذه الدائرة سوينا بيها delay بين 2 outputs. أوكي، لها كثير من الاستخدامات في المضخات، فمثل هيك دائرة إذا تصنعها في مضخة معينة لازم تستخدم هذا اللادر بلوك، أو ممكن تكون عندك غير فكرة، ولكن هذه الفكرة اللي كانت شوي أفضل. فلحد هنا نشكر متابعتكم.